أهلا وسهلا بكم متتبعي المجلة 24 الأوفياء. في آخر تطورات قضية أطنان اللحوم الفاسدة بسطات والجزار الشهير، أفادت مصادر متطابقة لمجلة 24 أن الأبحاث لا زالت متواصلة من أجل توقيف المتورطين في قضية أطنان اللحوم الفاسدة بسطات. واستنادا لذات المصادر، فإن صاحب مستودع التخزين بحي مفتاح الخير وهو جزار شهير بسطات لا زال في حالة فرار، ولا زالت التحريات والأبحاث جارية على قدم وساق من أجل الوصول إليه، حيث تروج بعض الأخبار أنه يتواجد بمنطقة دكالة. وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا كبيرا بعدما حجزت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي ولاد سعيد بإقليم سطات ما يناهز 6 أطنان من اللحوم الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك بالداخلية المدرسية ومؤسسات عمومية أخرى، وذلك في عمليات متفرقة. كانت معكم هبة راجل في التعليق الصوتي وأيوب درافات في التوضيب. شكرا لطيب المتابعة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.